الطريقة الأخرى لأعمل انتر فيلان راوتينج باستخدام اللاير 3 سويتش. المعضلة كانت بالأول إنه الترافيك يطلع من فيلان لفيلان عن طريق الراوتر، وحتى لو كانوا الجهازين عن نفس السويتش لكنهم بفيلانتين مختلفات، كان الترافيك يطلع باتجاه الراوتر ثم يرجع عن نفس السويتش ليروح للبي سي أو الجهاز الآخر. لو قال أداء الراوتر وأداء السويتش، أداء السويتش أفضل بكثير بالسرعة، البيرفورمانس كاباسيتي للسويتش أفضل بكثير من الراوتر. الراوتر قراراته أو السويتش قراراته اعتمادا على هاردوير الايسك تشيبس، إذا كان هاي بيرفورمانس سويتشز فإمكانيات السويتش أفضل بكثير من إمكانيات الراوتر. بالإضافة إنه الديلي اللي بيصير لما يطلع الترافيك باتجاه الراوتر ثم يفرود لي الراوتر قد يرجع لي نفس السويتش. لو كان القرارات لاير 3 فوروردنج بالسويتش بيكون افضل واسرع. ممكن كمان ممكن السبيد تبع اللينك بين الراوتر والسويتش يحدني، يعني يكون السبيد جيجا او فاست او 100 ميجا، وبحاله ال 100 ميجا ما بيكون كافي، خصوصا لما يكون عندي شبكات عدد كبير من الشبكات اللي لانات والاجهزه عددها عالي والترافيك هيوج ترافيك بين الاجهزه بين الفيلانات. كمان انه شيء اسمه ايثر شانل راح نحكي عنه بالمواضيع الجاي خلال مواضيعنا بالسويتشنج، انه بقدر اجمع لينكين بين السويتشين واعتبرهم لينك واحد او اكثر من لينكين واعتبرهم كانهم لينك واحد، هيك بزيد لي السرعه بين السويتشين. فلو كان عندي اكثر من لينك مثلا مثلا نعتبر اربع لينكات كل واحد فيهم 1 جيجا بين السويتشين، بقدر اجمعهم هاي الاربع لينكات كانهم 1 لينك وسرعته 4 جيجا. هاي الطريقة غير ممكن أن أطبقها بين راوتر وسويتش. فالخيار أني أروح أعمل انترفيلان باستخدام لير 3 سويتش أفضل، لكن لا يعني أنه لازم دائما أروح لهذا الخيار. ممكن يكون عندي بعض الحالات أستخدم فيها الراوتر أون أستيك. أنت عندك بالنهاية خيارين تعمل انترفيلان، إما راوتر أون أستيك أو باستخدام لير 3 سويتش. لما يصير عندي لير 3 سويتش بصير الراوتر او السويتش عنده امكانيات لا يعمل لاير 3 فوروردنج، يعني بصير عنده راوتنج تيبل وعندي في انترفيسز فيرتشوال انترفيسز اللي هي الفيلانات بعطيها اي بيات وتعامل مع الفيلان كانها انترفيس مش فيلان واحده. الفيلانات اللي موجوده على السويتش كل واحد من هاي الفيلانات بقدر اتعامل معها كانها انترفيس، يعني بيكون عندي على السويتش اكثر من اس في اي باللاير 3 سويتش. باللاير 2 سويتش كنت واحدة من الفيلانات تعامل معها كانها SVI، لكن باللاير 3 سويتش كل الفيلانات الموجودة على السويتش بإمكاني أتعامل معها كـ SVI، الفيلان كأنها انترفيس، وكون السويتش عنده راوتينج تيبل ويفرود الترافيك بناء على اللاير 3 أدرس. طيب إذا صار عندي السويتش يفرود الداتا على اللاير 3 بطل يفرود الداتا بناء على اللاير 2؟ أكيد لا، هو بيصير ملتي لاير سويتش، يعني عنده إمكانية يفرود اعتمادا على الماك ادرس او على الاي بي ادرس، يعني عنده امكانيه يؤدي لمبادئ اللاير 2 فوروردنج، ايضا بامكانه يطبق مبادئ اللاير 3 فوروردنج. حكينا المره الماضيه عن الفروقات بينهم، موضوع مين بيمرر البرودكاست ومين ما بيمرر، موضوع انه كان الديستنيشن انون شو بيعمل باللاير 2 فوروردنج فلودنج، باللاير 3 فوروردنج دروب اذا كان انون ديستنيشن ادرس سواء ماك او اي بي. في فروقات بين اللاير 2 فوروردنج واللاير 3 فوروردنج ما ننساها، حكيناها سابقا مفصله بالموضوع. بس اللاير 3 سويتش اذا عنده امكانيات يعمل اللاير 2 فوروردنج واللاير 3 فوروردنج. طب اذا جيت داتا كيف يعملها لاير 2 ولاير 3 بناء على الديستنيشن ماك؟ اذا كان الديستنيشن ماك هو نفسه بتاع السويتش فبكون الداتا موجهه للسويتش، زي ما كانت الداتا توجه للراوتر ايام زمان كان البي سي اللي بالفيلان 10 يبعث للبي سي فيلان 20 كسورس ماك تاعته ديستنيشن ماك تحت الراوتر، فالداتا على اللاير 2 موجهه للراوتر موجهه للجيت واي. نفس الفكره اذا كانت الداتا موجهه كماك ادرس للسويتش، فالسويتش بياخذها وبيشوف الديستنيشن اي بي اللي جوا هاي الداتا بناء عليه بيقرر كيف بده يفرودها، فهون بيتعامل مع حكي لاير 3. لكن لو كان الديستنيشن ماك برودكاست، الراوتر ما راح يمررها للانترفيس الاخرى. نفس الشيء لو هذا الديستنيشن ادرس برودكاست ماك ادرس، السويتش مش راح يمررها للاجهزه الاخرى، راح يفرودها لكل الاجهزه بفيلان 10، يتعامل معها كانها لاير 2، يفرود البرودكاست لكل مداخل فيلان 10. فهي هون افرود الداتا بناء على اللاير 2 لانه الديستنيشن ماك ادرس
مش اله ديستنيشن ماك ادس، كان برودكاست. طب لو كان ديستنيشن ماك ادس يونيكاست لكن مش تاعته، مش تاعت السويتش، يعني ديستنيشن ماك ادس رايح الى مثلا الاي 15 والاي 15 مش تاعت السويتش، فبروح بفرودها للسويتش الى الجهاز بدور هناك تيبل وين الاي 15، تعتمد هون بصير يعمل لاير 2 فوروردنج، بروح على الماك تيبل بشوف وين الاي 15 موجود بجوا فيلان 10، اذا كان موجود على مدخل معين فرود له اياه، اذا كان غير موجود الاي 15 بالماك تيبل جوا فيلان 10 لفيلان 10 بروح بيعمل فلودنج لهذا الفريم ودي من كل المداخل اللي موجوده ضمن فيلان 10. فمره ثانيه الملخص اللاير 2 فوروردنج ولا اللاير 3 دائما بيعمل لاير 2 فوروردنج، لكن اذا كانت ديستنيشن ماك ادرس بتكون الماك تاعت السويتش بتعامل معها كلاير 3 فوروردنج، لانها نشوف الفريم ويشيل الفريم تبع الداتا ويشوف الديستنيشن اي بي بالباكيت ويتعامل معها باللاير 3 فوروردنج بمبادئ اللاير 3. فعشان هيك السويتش نسميه ملتي لاير سويتش، لانه عنده امكانيات لاير 2 فوروردنج واللاير 3 فوروردنج، بالاضافه انه باللاير 3 سويتش بامكاني اخلي الفيزيكال بورت بالسويتش راوتد بورت، يعني ياخذ اي بي ادرس اتعامل معه كانه كانه مدخل براوتر، يعني الاي بيات باللاير 3 سويتش اما بعطيها للاس في ايز او للفيزيكال انترفيس اللي بالسويتش، بس لازم احولها لللاير 3 انترفيس. راح نشوف لاب وطبق انتربيلان باستخدام اللاير 3 سويتش. تفضل. فين السؤال؟ هلا لو كان الراوترين هذول مثلا مشبوكين مع بعض وكل واحد فيهم على له عنده سويتشين، تمام، كل راوتر فيه سويتشين، هلا هذول السويتشين زي ما هم عندنا بالرسم مثلا فيلان 10 وفيلان 20، تمام. هلا اذا بدي ابعت انا برودكاست من الفيلان 10 على النتورك واحد خلينا نحكي، تمام، توصل للفيلان 10 بالسويتشات الثانيه؟ تقصد هيك اذا هذا البي سي بعث برودكاست مسج بتروح للفيلان الثانيه؟ لا انا قصدي انها بتوصل من مش الفيلان 20 اللي جنب، الفيلان 10 اللي جنب اللي على النتورك الثاني. لا هذول يعني تقصد اني اشبك اللاير 3 سويتش مع الراوتر؟ اعتبر هذا مثلا الراوتر، هلا هذا الراوتر اللي على الشمال واللي على اليمين راوتر، تمام؟ اعمل هيك راوتر، هيك راوتر، هذا راوتر عشان بسط الفكره دويره. أيوة. وفي هيك كيبل انترفيس واصل بين الطرفين، وفي نتورك جديد بينهم بين الراوترين، تمام. هلا الديستنيشن عندي مثلا هون مش معروف اللي هي فيري جود فيري جود. بتحكي كونه هذا البي سي بفيلان 10 والبي سي اللي هم بفيلان 10، فشو الاخبار الفيلان هيك بتقصد؟ لو واحد بعت بودكاست مسج هيك راح توصل لهناك. ممتاز. قانون عام للفيلان نسمي هيك، خلينا نكتب هيك الحال، الفيلان كانت اكستند بيوند الراوتر، الفيلان كانت اكستند بيوند الراوتر. شو يعني الفيلان؟ ما بتقدر تمتد خارج الراوتر، يعني فيلان 10 ما بقدر انشئ جزء منها ما بعد الراوتر، يعني هذول الجهازين حتى لو كانوا بفيلان 10 مستحيل يكونوا بنفس الفيلان. البرودكاست مسج اللي مشت من بي سي اللي بفيلان 10 اللي مشت من هون، البي سي اللي مشت من هون من فيلان 10 مش راح تمر للبي سي اللي هناك بفيلان 10. ليش؟ لانه الراوتر مش راح يمرر هاي المسج، لان الراوتر ما يمرر البودكاست مسج، فبالتالي حتى وان كانوا بنفس الفيلان على السويتش هون 10 وفيلان 10 هون لكن مش بنفس الفيلان، والدليل انه الشبكه اللي هون رقمها مختلف عن الشبكه اللي هون. لو كان هون 10 1 دوت 10 دوت 0 الاي بيز اللي هو راح يكونوا من رينج مختلف، لازم يكون شبكه اخرى غير عن هاي الشبكه وان كانوا نفس الفيلان اي دي. اتوقع وضح السؤال. فهمت لك، هي ما راح تطلع برا الراوتر لانه اصلا الراوتر ما راح يفرودها لمكان، لانه بقول لك انا ما بقدر اطلع لك اياها لانه هذا مش موجود. وحتى لو كانوا فيلانتين 10، فيلان 10 هون وفيلان 10 هون، هم متشابهين بالرقم ما بيقربوا لبعض، خلينا نسميك ما بيقربوا لبعض، مش نفس الفيلان. انت كاسم هون مش لو حكيت انا قصدي رقمهم 10 فيلان 10
فاهم عليك. انا قصدي كان الفيلان هاي مثلا نتورك الفيلان هاي خليناها مثلا 10.1 تمام او 10.0 عفوا، كان نتورك انك بتحكي انت هون ايوه الفيلان 10 والفيلان ال 10 اللي بالجهه الثانيه خليناها برضه نفس. انا كشركه مثلا ما بيصير، ما بيصير تكرر نفس رقم النتورك على مواقع مختلفه. هيك المبدا تعلمناه، النتورك كانت بي دوبليكيتد، يعني ما بقدر تخيل ما في فيلان، تخيل هذا الراوتر مش فيلان، لان ولان ولان ثالث ولان رابع اربع لانس، كل لان بدها عنوان نتورك صح؟ كل لان في زمن نتورك، لازم تستخدم اربع شبكات مختلفه، ما بصير تكرر الشبكه بمكانين. طيب مهندس معلش استحملني شوي بس، انا حكيت مثلا انت لما تفضلت انه ما بصير. طب لو انا مثلا عندي الفيلا الراوتر اللي على الشمال هذا مثلا في عمان تمام، والراوتر الثاني هذا مثلا في العراق تمام بالضبط. الفكره انه في هذول النتورك التنتين لازم يكون في تنتين شبه بعض، هذول مثلا خلينا نحكي للاتش ار هناك والاتش ار هنا، فلازم يكونوا متصلين مع بعض بالضبط. اوكي، ومستخدم فيلان 10 هون وفيلان 10 هناك بالعراق. بس كاي دي كاي دي نتورك ما بيكون نفس الشيء، لازم يكون عنوان الشبكه مختلف. 10.1.10.0 بعمان رقم اخر، حط اي شيء الا هذا، هاي النتورك تستخدمها لفيلان، مش فيلان 10 حتى فيلان 20 او فيلان 20 بعمان، بدك تستخدم اربع شبكات، شبكه غير عن 10.1.10.0، اي رقم اخر غير هاي النتورك لانها استخدمت. ما بيصير استخدم نفس النتورك على الثلاث شبكات الاخرى وحتى بين الراوترين الشبكه الرابعه، ما بيصير استخدم نفس النتورك. تمام، بس انه لما نيجي احنا مثلا الحاله اللي حكيت لك عنها مثلا بالاردن وبالعراق، انه لازم يكون البرمج كونفيجهم انه يكون الاثنين شايفين بعض بس مش نفس الاي دي نتورك، مش نفس الاي بي نتورك، لانه يفصل بينهما لاير 3 نتورك، الكونكشن بين الراوترين شبك لاير 3. اوكي فهمت عليك. فعشان هيك خلينا هذا بمخيلتنا قانون عام، الفيلان كانت اكستند بيوند الراوتر، الفيلان تقدرش تنتشر او تتوسع خارج الراوتر. الفيلان 10 ما تقدر تتوسع وتتمدد لبرا بعد الراوتر، الراوتر بيحجزها بحكي لها وقفي هون يا فيلان. اوكي